الحمد لله. هادشي اللي اللي شفنا البارح هادشي كيفرح. يعني اول حاجه بما اننا احنا لعبنا كره القدم، يعني اللاعبين ديال المنتخب الوطني البارح كانوا في المستوى المطلوب وكانوا في اليوم ديالهم، لان ديك الروح القتاليه باش تلعب المنتخب الوطني البارح هي اللي خلقت الفارق. يعني كما شاهدنا، انا ما نقولش بان المقابله الاولى ما كانتش في مستوى، انا بالنسبه لي انا المقابله الاولى كانت في مستوى، لعبوا اللاعبين كان دخلوا ارضيه الملعب ويعني وكانوا ولكن المشكل اللي كان اننا ما وصلناش البوطو. يعني الادفيرسير من ديال الكوت ديفوار كان هو اكثر حماس من المغرب، يعني هذاك هو اللي قلل من الفعاليه ديالنا. وفي المقابله الثانيه كانت الفعاليه، يعني المنتخب وصلنا يعني عند الخصم سجلنا، ولكن الانفو من الفريق يسجل يعني كيرتاح. يعني الاهداف هي اللي كتخلي الفريق يعني كيحاول يحافظ على الاهداف، وخا تسجلنا الهدف الاول، لان بالنسبه لي انا الهدف الاول هو اللي كان هو اللي خلق الفرق. يعني ملي تمارك عندنا ملي سجلنا الهدف الاول، المنتخب يعني عرف بانه غادي يدخل في حسابات. كنتمنى بان الجماهير تكاتف ونشجعوا هذا المنتخب، لانه بالنسبه لي منتخب شاب، وان شاء الله نحاولوا نشجعوا ونصبروا على هذا المنتخب حتى يقول الكلمه ديالو. وانا كنوعد الجمهور المغربي ان المنتخب الوطني يعني فيه لاعبين يعني كشي الاعمار ديالهم ما كتراوحش ما بين 23 20 24 سنه، يعني منتخب فاتي، منتخب شاب، يعني غيقول الكلمه ديالو في المستقبل. يعني اللي غادي نتمنى ولا الرساله اللي غادي نوجهها للجمهور المغربي هو نحاول نساندوا المنتخب ديالنا، خصوصا في هذا الاوقات اللي كيبغينا نكونوا حداه، ونتمنى ليه التوفيق في المقابله يعني الماجيه ضد الكوت ديفوار، ويعاود يفرحنا ويفرح الجمهور الوطني، لان الجمهور بالنسبه لي انا شحال هذه ما خرج للشارع، شحال هذه ما فرح بالنتائج الايجابيه. ونحيدوا ان شاء الله دوك النكاسات ونتفائلوا خير للمنتخب، لان عندنا ناس في مستوى اللي خدامين وصاهرين على كره القدم الوطنيه، ونخليو هذا المدرب حتى هو يعني نخليوه يخدم في الراحه ديالو، لان عنده واحد يعني واحد لوبجيكتيف حتى هو جاي به مسطرو على حساب. يعني بالنسبه لي انا راه جاي باش على الاقل يكون يدوز للدوزيام تور، وان شاء الله انا بالنسبه لي المنتخب غادي يدوز للدوزيام تور وغيفرحنا ان شاء الله.